وللحديث بشكل أوفى حول تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا من دبي نادية البلاسي محللة الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا بك نادية معنا على شاشة CNBC عربية. يعني نبدأ من حيث انتهينا من الأخبار الإيجابية لنتائج أعمال الشركات الأمريكية، وخاصة بالنسبة لتسلا. لو فصلنا في نتائج أعمال هذه الشركة، الملفت لدينا في بند رئيسي بالنسبة لتوقعاتها للربع الثالث من هذا العام، لربما سيكون هناك انخفاض طفيف بالنسبة لموضوع الإنتاج للشركة، وخاصة لبعض الخطط المرتقبة. ولاحظنا أيضا عدة عمليات قامت بها بتخفيض أسعارها. إلى أي مدى اليوم الشركات الأمريكية قادرة على أن تواجه المعطيات التي نشهدها في الاقتصاد العالمي من مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد؟ نعم سالي، يعني شهدنا طبعا ارتفاع ملحوظ بالانتاج من تسلا، وايضا صرح ايلون ماسك انهما يعني جدا مبسوطين بهذه يعني النواتج، خصوصا مع بيئه الاقتصاد التي يعني نشهدها اليوم، خصوصا من تضخم مرتفع، وايضا يعني نمو اقتصادي يشهد الان ضعف. فيعني ان تعطي هذه النتائج المربحه ويعني الجيدة، يعني نرى أيضا يعني انعكاسات على الأسهم الأمريكية والتي يعني كانت مرتفعة يوم أمس، طبعا بالخلاف عن نتائج نتفليكس التي شهد السهم انخفاض ب9%. ويعني بس نرى يعني ارتفاع ملحوظ من هذه البيانات، وممكن أيضا فور Q3 أن نرى نفس الارتفاع بغض النظر عن يعني السياسة النقدية التي ستتغير الآن، فممكن أن يعني نستمر في هذا الارتفاع، خصوصا مع طبعا انخفاض تسلا لأسعار سياراتها. نعم نادية، دعينا نعرج على أوروبا والمنطقة الأوروبية في ظل بيانات التضخم الأخيرة التي لم تظهر تحسن، بل أثر التعثر فيما يتعلق بمعدلات التضخم الأساسي. إلى أي مدى يفتح ذلك الباب أمام تشديد جديد في أوروبا لمواجهة ضغط التضخم؟ يعني طبعا لا تزال يعني معدلات التضخم في أوروبا ترتفع إلى 5.5%، يعني خلافا عن التوقعات 5.4%، وذلك يعني من كثر الاستهلاك في أوروبا، وأيضا السمر سيزن والاستهلاك يعني خصوصا بعد أزمة يعني أزمة الطاقة التي شهدناها. فذلك شيء وضعي، أو بشكل عام نورمال أن نحن نرى تضخم مرتفع لسه في أوروبا، خصوصا يعني مقارنة مثلا مع إنجلترا. الآن نشهد انخفاض ملحوظ في بيانات تضخم إنجلترا 7.9%، وذلك يعني أخبار جيدة جدا للاقتصاد البريطاني، خصوصا بعد مخاوف الركود التي نشهدها والسوفت لاند أو يعني النمو الاقتصادي الذي ينخفض الآن بشكل ملحوظ. وأيضا رأينا على الجنيه الاسترليني، باستثناء يعني الجنيه الاسترليني، دورة انخفاض ضعف الدولار باستثناء عن الجنيه الاسترليني، كان الجنيه انخفض من أعلى مستوياته التي كانت عند 31، الآن يتداول عند 29. نتوقع المزيد من تشديد في السياسة النقدية من بوث الاي سي بي يعني البنك المركزي البريطاني، وسنرى ان التضخم بدا بالاستجابه مع هذه رفعات الفائده، وممكن ان نرى ان ليس يعني نحن ليس بالحاجه الى زيادات كبيره، ولكن ليس بحاجه الى زيادات من البنوك المركزيه. نعم نادية، يعني الملفت كما ذكرتي بالنسبة لما زال مؤشر الدولار عند يعني عن مستويات التي نشهدها، محاولا أن يتماسك اليوم عن مستويات 100 نقطة، لكن هذا الضعف الذي شهدناه خلال الأدنى مستوياته تقريبا من أكثر من 10 أشهر تقريبا، برأيك اليوم إلى أي مدى سيعطي الزخم بالنسبة للذهب الذي يصعد لأعلى مستوياته في قرابة أكثر من شهرين؟ نعم سالي، يعني شاهدنا برضو ارتفاع ملحوظ على مستويات الذهب التي كسر ال 1960 هيردل، التي كان جدا يعني مستوى يعني ريزيستنس قوي. فإذا يعني
كسرنا أيضا مستويات ال 1980، ممكن أن نشهد ارتفاع إلى مستويات ال 2000 مجددا، خصوصا مع ضعف الدولار الزائد، وخصوصا مع يعني تسعير الأسواق إلى الأند أو يعني نهاية رفعات أسعار الفائدة لهذا العام. يمكن أن نشهد المزيد من رفعتين أو رفع 25 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة 92% حسب الـ SME Tool، ولكن سنشهد يعني انخفاضات من هذه وتيرة تشديد السياسة النقدية. شكرا جزيلا لك نادية البلاسي محللة الأسواق في مجموعة إيكويتي.